كلم رئيس الوزراء عن 35% تضخم احنا واخدينه او مستوردينه من الخارج. خليني اسال حضرتك، هل ارتفاع معدلات التضخم هي ازمه مستمره ام ازمه مؤقته؟ لا، هو احنا داخلين على فتره طويله جدا. بص حضرتك، الاقتصاد العالمي ده بيبقى عامل زي الموجه كده. الراسماليه او النظام الراسمالي عموما بيدخل فيه اوقات كتير جدا يكون فيها عنده ركود، يعني ما فيش فيها الاقتصاد العالمي كله واقع ونايم وهادي وينعكس الاتجاه فيه مثلا 5 سنين بعد كده يحصل موجة من التضخم العالي. احنا بقى في الموجة من التضخم العالي اللي حصلة ليه دلوقتي، ودي محركاتها عدد كبير جدا. يعني حصلة ليه؟ بسبب ان احنا كان الاقتصادات كانت مقفولة، الانتاج كان قليل جدا، الاقتصادات فتحت مرة واحدة، الانتاج القليل ده في قدامه فلوس كتير جدا الناس اخدوها من حزم التحفيز اللي الدول عملتها. يعني مثلا الرئيس مثلا ترامب مثلا في امريكا حط 9 تريليون دولار مساعدات، في حين ان الاقتصاد الامريكي كله 21 تريليون دولار. فحضرتك ناس كتير معاها فلوس، نفس السلع اللي كنا بننتجها قبل كده، مش بس كده ده اقل منها لان المصانع اصلا كانت واقفه، فلوس كتير سلع قليله، تحصل موجه تضخم. موجه التضخم دي بقى معليها كمان ان اسعار البترول مرتفعه، معليها كمان انه عندنا موجه مناخ سيئه في العالم، مقلل السلع الزراعيه، مقللها قصدي مزودها كمان ان الشحن البحري والتجاره ومعادلات سيئه للغايه واسعارها مرتفعه بسبب ازمه لوجستيات عاليه. فده يقول ان كل الاسعار دي عماله تتحمل على سعر السلعه، بالتالي حصل موجه من التضخم. موجه التضخم دي بقى انا في الاخر بجيب منتج من بره، المنتج متحمل بكل هذه الاعباء السعريه الكتيره. اعالج ازاي الموجه دي؟ اولا احنا حاجتين، اول حاجه نعزز الانتاج في الداخل، دي اول حاجه نعززه بكل اشكاله، نبدا بقى نطور الانتاج الزراعي بتاعنا، بس تاخد بالك على المدى الطويل. نعزز الانتاج الزراعي بتاعنا، نعتمد شويه على امكانياتنا، نرشد استهلاك الميه، ندخر اكتر عشان نسد فجوه التمويل. احنا عندنا حاجه اسمها فجوه التمويل، دايما مدخراتنا اقل من اللي احنا عاوزينه عشان نعمل عمليه تنميه، فبنضطر نقترض من الخارج عشان نعمل العمليه. الاقتراض ده كمان محمل بالتضخم، واخد بالك ازاي؟ ما هو انا بقترض في تضخم في العالم، بقترض بسعر فايده اعلى، فبيحملني تاني كده. نتجه بقى للتصنيع، ونتجه الى استراتيجيه احلال محل الواردات. انا بس مثلا بستورد صوصات، بستورد زراير، بستورد اقلام، ابطل استورد الحاجات اللي انا ممكن اصنعها في الداخل، واعتمد على قوتي الداخليه في التصنيع بتاعت الحاجات الصغيره اللي ملهاش لازمه دي. حتى الصناعات المكمله، الصناعات صحيح، الحاجات البسيطه، المنتج المدخلات البسيطه. عندي مواد خام كتير جدا، مواد خام معدنيه ومواد خام زراعيه، بدل ما بصدر مثلا، يعني بدل ما بصدر المعادن بتاعتي في شكلها الخام بصدرها احجار كده، لا، اخد المعادن دي اعالجها واعمل كده. ده على المدى الطويل. على المدى القصير لازم فورا يكون عندنا سياسة للاستثمار بشكل كبير جدا، استثمر بشكل كبير جدا بحيث ان الاستثمارات دي تنعكس عليا. هي صحيح هترفع معدلات التضخم، في يعني معدلات تضخم شوية، بس في نفس الوقت هتوفر للمستهلك بتاعي قوة شرائية يقدر يقاوم بيها سعر التضخم العالي. يعني انا بدل ما انا احاول اقلل سعر التضخم، لا، ادي للمستهلك فلوس، الفلوس اللي هياخدها دي يقدر يشتري بيها سلع، ابقى قللت الضغط عليه. ادي المستهلك فلوس من فين؟ من لا الوقت انا هعمل استثمارات، الاستثمارات دي معناها ايه؟ انه بس دي حلول طويله الامد يا دكتور. يمكن في مخاوف زي ما رئيس الوزراء اتكلم في الشارع عن الشورت بيريد او الفتره القصيره القادمه من الضغط من هذا الامر، وزي ما حضرتك ذكرت انه احنا بنتكلم 35% زياده جايه من الخارج. هو رئيس الوزراء اتكلم عن احنا محققين 8% زياده تضخم، بنستهدف 7%. صحيح. التحرك، او خليني اسال سؤال بشكل اخر، كل هذه الارقام من نسب نمو ونسب بطاله ونسب تضخم، ازاي في الاخر هتاثر على المواطن في هذه الايام؟ طيب، هو بشكل قطعي المواطن هيشعر بارتفاع في السلع بشكل قطعي، لانه ده على فكره ده حتى اكبر من الحكومه، اكبر من الدوله المصريه عموما. العالم كله واقع في موجه تضخم، العالم كله بيشهد ارتفاع اسعار، ناس كتير جدا معاها فلوس والمنتجات قليله، فبالتالي المنتجات كلها الناس كلها ترتفع. الفكره بقى كلها عندنا ان الدوله هتزود تدخلاتها الاجتماعيه في شان ان هي تدعم الناس اللي في ادنى سلم الدخل، الناس محدود الدخل، ضعيف الدخل، ان الدوله هتدخل تدعم الناس دي بشكل كبير جدا بحيث ان هي توفر لهم شبكه امان يقدروا يعتمدوا عليها. نرشب بقى الدعم بتاعنا، نخليه يوصل لاكثر المستحقين، نخلي الدعم بتاعنا بيصل بصوره ممكن، بقى نشيل الحلقات الفقيره جدا، زي مثلا الدعم السلعي ده نحاول نقلله ونحوله لدعم نقدي، بحيث ان انا بدل ما بصرف فلوس في النقل، وبدل ما بصرف فلوس في التخزين، وبدل ما بصرف فلوس على ان الدعم يوصل لاخر حلقه من اول حلقه، يعني ان هو يجي لي في شكل مثلا سلع بدفع شحنها وبدفع تفريغها وبدفع تامينها، كل ده اشيله وادي للمواطن في الاخر فلوس في ايده، ابقى قللت تكلفه الدعم عليا وزودت الفلوس اللي راح للمواطن.
ده من ناحيه وهكذا يعني. فرصنا في الاستثمار المباشر في هذه الفتره راي حضرتك فيها ايه؟ تزيد كل ما زاد عندي معدلات النمو وكل ما زادت عندي معدلات الاستقرار في الداخل سواء بقى الاستقرار السياسي او الاستقرار الاقتصادي. المستثمر راس المال دايما جبان جدا وعاوز احوال مستقره للغايه عشان يستثمر فيها. تزيد مع الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي ده من ناحيه، وتزيد كلما كان عندنا قطاعات جاذبه للاستثمار وضمن ان هي تحقق نجاح زي مثلا قطاع النفط وقطاع الغاز. علشان كده الدوله كانت حريصه جدا ان هي توقع اتفاقيات لترسيم حدودها اللي كانت بقى لها 30 سنه و40 سنه و50 سنه مش مترسمه، زي الحدود في البحر المتوسط واتفاقيه ترسيم الحدود مع اليونان علشان يجي لي استثمارات في قطاع النفط ده. مش بس كده، اعزز بقى احل بقى المشاكل الاطاريه اللي عندي، المشاكل اللي في القوانين والتنظيمات التشريعيه بتاعتي، بحيث ان المستثمر يبقى جاي ملاقي معامله كويسه وعارف يكمل في طريقه. عشان كده الدوله عملت حاجه اسمها برنامج الاصلاح الاقتصادي المرحله الثانيه، اللي هو برنامج الاصلاح الاقتصادي التنظيمي او الهيكلي او الاتاري. نعم. عشان اقول للمستثمر والله انا مستعد لك تعالى الاصلاحات من الداخل يعني. وتلاقي دايما الرئيس حضرتك بيتكلم على يا جماعه احنا جاهزين لكم تعالوا. وعشان كده برضو من 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 الاسبوع اللي فات الرئيس اتكلم بشكل مباشر جدا على تعزيز برنامج الطروحات الحكومي في البورصه المصريه وطرح العاصمه الاداريه الجديده وغيره، علشان نخلي المستثمر يلاقي ان في عندنا شركات ناجحه جدا وبتحقق ارباح كبيره يقدر يدخل السوق المصري وهو مطمن ان الشركات دي مكمله في المكسب، والشركات دي نفسها تاخد تمويل بعيد عن القروض من راس المال بتاعها تمول بيه عمليه تنميه واستثمار يشغل ناس اكتر ويحقق ارباح أكتر. يمكن في اطار حديث حضرتك عن الطاقة واهتمام الدولة بهذا الملف الطاقة والغاز، في ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة في العالم كله. رئيس الوزراء يمكن اتكلم عن حتة انه الناس ابتدت تتكلم انه الدولة زودت أسعار البنزين مع ماتشات الكورة وما حدث، يعني من ممكن نسميه دعبات يعني على السوشيال ميديا او على وسائل التواصل الاجتماعي اللي حصل في مصر زيادة 9%. احنا بنتكلم العالم شهد زيادة اكتر من 50% تقريبا 54%. ده صحيح. أسعار الطاقة في العالم كله في ازدياد، وتوقعات إن هي تستمر في ازدياد في المرحلة القادمة لأن العالم كله بيشهد مستجدات. صحيح. حضرتك الوضع السياسي في العالم كله بيقول ان احنا الاسعار بتاعتنا مكمله، مش بس كده الوضع الاقتصادي كمان. خد بالك حضرتك ان الدول المنتجه للبترول يعني خايفه ان هي تعلي الكميات اللي هي بتنتجها، يحصل ازمه ثانيه زي ازمه كورونا ما يعرفوش ودوا الانتاج فين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه احنا عندنا في مصر يعني بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي عملنا حاجه اسمها اليه المراجعه السعريه الربع سنويه. بنعمل ايه؟ عندنا لجنه كده بتقعد تشوف الاسعار ارتفعت قد ايه بره وتحاول تخلي الاسعار قريبه منها. بس القانون بتاع اللجنه دي اشترط عليها حاجه مهمه جدا، ان اي زياده في اي وقت كل ربع سنه ما تزيدش عن 10% من السعر اللي قبله. نعم. وبالتالي اللجنة اصلا بقت محدوده بال10%. خد بال حضرتك ان هي عمرها ما رفعت 10%، هي بترفع ربع جنيه كل مره. وما بترفعش ربع جنيه الا على المنتجات البتروليه اللي مش انتاجيه، زي مثلا البنزين 92 البنزين 80 مثلا. سعر السولار بقى لنا 10 مرات دلوقتي ما بنرفعوش ولا هيترفع. قصدي اقول لحضرتك ايه، انه سعر البترول في العالم قبل الوضع اللي احنا كنا فيه ده كان عند 55 دولار، احنا دلوقتي بنتكلم على مستوى 95 دولار. وعلى فكره في توقعات يعني اكثر التوقعات تشاؤما بتقول انه ممكن يوصل ل 110 دولار قبل النص الاول من السنه الماليه اللي احنا في، قصدي السنه الميلاديه اللي احنا فيها يعني قبل شهر 6. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن اسعار بتغلى بشكل كبير جدا. احنا متوقعين في الموازنه العامه ان سعر البترول يكون 65 دولار، بقى واصل دلوقتي تقريبا هيبقى واصل لضعفه. فهو لازم نتشارك في الاعباء، وفي نفس الوقت الحكومة عليها ان هي زي ما قلت حضرتك كده ترشد الدعم بشكل كبير جدا وتوصل الدعم المستحقي وتبذل جهود كبيرة جدا في ان هي تحاول تقلل الدعم السلعي اللي بيتكلف معايا فلوس كتير جدا بيفقدها اللي يوصلوا الدعم في الاخر، وتحوله لدعم نقدي حتى ولو دعم مرحلي علشان نتجاوز الأزمة اللي احنا موجودين فيها دي.